شخصية اسمها عبد الله بن سبأ، هذا لأول كلام، يعني هذا أنكره كثير من الباحثين، منهم السيد مرتضى العسكري كتب كتاب في أسطورة عبد الله بن سبأ أن أصلا عبد الله بن سبأ أسطورة. ليش؟ لأن من روى الأحداث كلها أن واحد يهودي اسمه عبد الله بن سبأ ودخل في الإسلام وتشيع والتقى مع الإمام علي وصار مع جماعة الإمام علي وكذا، كل هالأحداث رواها سيف بن عمر، وسيف بن عمر طعن فيه علماء الرجال من أهل السنة، مو إحنا الشيعة نخو خالصين منه، طعن فيها علماء الرجال، طعنوا فيه علماء الرجال من أهل السنة، واتهموه بالزندقة فضلا عن الكذب. وبالتالي ذهب كثير من الباحثين إلى أن هذه الشخصية أصلا وهمية أسطورية، لأن نفس الراوي شخص متهم بالزندقة والكذب. زين، افترض أن عبد الله بن سبأ موجود، افترض، بس شخص بهذه الأهمية يدخل المذهب ويأثر في المذهب ويروي كثير من الروايات، مقتضى ذلك أن يرى في المذهب رواياته، أليس كذلك؟ بينما نحن تتبعنا كل كتبنا، شوف هذه الكتب الأربعة أمامك، تهذيب الاستبصار والكافي ومن لا يحضره الفقيه، هالكتب الأربعة لا يوجد فيها ولا رواية واحدة منتسبة لعبد الله بن سبأ أصلا، ولا رواية. هذا لو كان الرجل قد دخل التشيع وأعطى الشيعة من هذه الأحاديث والروايات الكثير، لبقي لو رواية واحدة تبقى بمرور الأيام. بينما لا توجد له رواية في كتب الحديث عند الإمامية أصلا. وأزيدك من الشعر بيتا، الدكتور طه حسين، مو إحنا اللي نقول، الدكتور طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى، شوف شو يقول: إن خصوم الشيعة أيام الأمويين والعباسيين بالغوا في عبد الله بن سبأ، يعني هم اللي ضخموه، اللي ضخموه من؟ خصوم الشيعة، بالغوا في عبد الله بن سبأ ليشككوا في سبب ما نسب من الأحداث إلى عثمان وولاته، وليشنعوا على علي وشيعته، فيردوا بعض أمور الشيعة إلى يهودي أسلم كيدا للمسلمين. إن قضية عبد الله بن سبأ هي من مخلفات أعداء الشيعة. يعني يريدون أصلا هذه كلها، هذا النسيج كله نسجه أعداء الشيعة وخصومهم في زمان الأمويين والعباسيين، وهم اللي ضخموا القضية وقالوا أكو عبد الله بن سبأ وفيه ما فيه ومنه ما منه وإلى آخره، كلها القضية مضخمة من قبل خصوم الشيعة وأعدائهم.